شابان لم يتجاوزا 24 عاما قبلا بالتحدي ورفع الحرج عن المجتمع لمهنة لا يعمل بها إلا الوافدون، لكنهما أصرا على خوض غمار التجربة برفع السيارات المعطلة بالكرين. الزميل أحمد المسعودي استطلع أجواء هذه المهنة وعاد لنا بهذا التقرير. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية، يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك. الله يخليك، سيارتي عطلانة، ما أدري دق سلف ما دق سلف، فحاب إذا قريب أنت تقدر تجيني. ماكو مشكلة، بسوي مكانك. وين دوار الجوازات؟ في شويخ طال عمرك، صوب دوار الجوازات. حاضر، يلا شكرا. مشكور حبيبي، مشكور. عادة من يمتهن هكذا مهن وافد من جنسية عربية أو أجنبية، اللهجة والصوت تعطي إشارة، لكنهما يظلان دون المقابلة وما تحملها من مفاجآت. شابان كويتيان ومشروع هواية تحول بالتجربة والتحدي لمهنة لعبد الوهاب وعبد الله. أنا صار لي 3 شهور تقريبا أو 4، قاعد أبلش شوي شوي، لأن قاعد أشوف أن فيها رزق وفيها ربح الحمد لله، لازم يعني أتخذ اجراء اني امن المستقبل يعني، او يكون عندي دخل ثابت حق الايام الجايه. العموم قاعد يشجعني مثلا، خصوصا من اهلي ومن ربعي، لا بالعكس اشتغل، الشغل مو عيب وكل شيء امورك ان شاء الله طيبه والحمد لله. هو مثلا لما انا ادش شويخ احس اني انا كني غريب، مو هم الغريبين يعني، مثلا هم شي صايرين مثل جماعات، يقولوا ايش عندك هني؟ انت منو؟ انت جديد على الساحه؟ يعني هناك يحسون ان في شيء غلط. حافلة نقل وقفازات يد وعرق جبين جعلهما يمتلكان فخر الإنجاز حتى قبل النقود والمكسب. حرفة جديدة على مجتمع يستمر شبابه في إثبات قدراته والإمكانات. أنا أشوف أنها ما في شيء صعب على الكويتي، وخاصة الكويتي اللي يبي يشتغل على نفسه، يدور له بزنس عدل، وبالإضافة إلى راتب غير راتب الوظيفة العادية، فلازم يشوف له بزنس ويكون بالأغلب غير يعني شوي غريب عن الموجود الكويتيين. يعني قلنا أن أحسن طريقة اللي هي الكرين، السطحة أو الونش، لأن فيه ناس تواجه مشكلة بالسيارات الطايحة أو الغالية، أن يمكن العامل أنه يحك السيارة أو يخرب البادي، فإحنا نكون متدربين على هالشغلة وضابطه ويانا. واقول للشباب الكويتي انه يعني الشغل مو عيب، وبلش واجتهد والله يوفق الجميع ان شاء الله. الشغل مو عيب، والاعتماد على النفس بعمل خاص. يبقى العصاميه لقبا يلف صاحبها، يكبر معه وبه ليغنيه عن قوام انتظار الوظائف الحكوميه، ويزيده الله من فضله، كما كانت محصلة عبد الوهاب وعبد الله بثلاث حافلات نقل حتى الآن. في النهار وفي الليل وعلى مدار الساعة، في الحر والبرد، يعملون شباب الكويتي قبل التحدي في هذه المهنة. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس. استمرار